تتواصل الرسائل ما بين سوريا وجامعة الدول العربية لإنهاء الأزمة التي تستمر منذ شهور. عملت من خلالها الجامعة على تعليق نشاطات سوريا، لكن رسالة الوزير المعلم أمس رمت الكرة في ملعب العربي والعربية من جديد. رسالة أرسلها معالي وزير الخارجية الأستاذ وليد المعلم مساء أمس لمعالي الأمين العام للجامعة العربية. مفاد هذه الرسالة هي أن الحكومة السورية ردت إيجابا على موضوع التوقيع على البروتوكول بين الجامعة وسوريا. الناطق باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي فند للصحفيين طلبات سوريا التي أرسلها المعلم مساء أمس لأمين الجامعة، معربا عن تفاؤله لأن سوريا عملت ما في وسعها. نريد أن يكون مضمون المراسلات التي تمت ما بين معالي الوزير والسيد الأمين العام جزءا لا يتجزأ من هذا المشروع، وأيضا أن يضم لذلك موضوع المواقف والملاحظات التي تقدمت بها دولة الجزائر الشقيقة والتصريحات التي سمعناها من رئيس اللجنة العربية ومن معالي الأمين العام التي تنفي أو ترفض التدخل الخارجي بالشأن السوري. المقدسي وفي مؤتمره الصحفي أشار لسورية الحل، وأن البروتوكول خطوة على طريق الحل فقط نظرا لوجود استنفار إعلامي ضد بلاده مع وجود نقل للسلاح للداخل السوري ومعارضة ترفض الحوار. طلبنا من الأمانة العامة ومن الأمين العام إمكانية توقيع هذا الاتفاق في دمشق، وذلك استنادا لما اتفق عليه في المبادرة العربية التي ورقة الدوحة في 30/10/2011، وأيضا أن يتم اعتبار كل القرارات التي اتخذت خلال غياب سوريا، عقوبات تعليق عضوية وما إلى شابه لاغية وباطلة عند توقيع هذا الاتفاق. المقدسي في مؤتمره أشار لوجود تنسيق عالي المستوى مع الروس. نضال حميدي، تلفزيون الجديد،